يا عميرة، ترى كان بيتعب معاك في الشغل لما كنت بيخرج لك، ولا كانت الامور كانت سهله؟ استاذ مجدي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ مجدي، وحشني يا استاذ مجدي. والف الف مبروك على قناه الحياه، واتمنى بجد من كل قلبي ان تعود قناه الحياه لسابق عهدها. انا بقول لك بكل صراحه، يعني لان انا كانت كل مسلسلاتي بتتذاع على قناه الحياه، وكانت بتعمل انتشار شديد للمسلسل. لا ان شاء الله، اوعدك ان رمضان هذا العام مفاجاه كبيره في الحياه، وعوده الى رقم واحد باكتساح ان شاء الله باذن الله. باذن الله. خلينا بقى نروح وصديقي والنجم الجميل الاستاذ احمد عبد العزيز. حبيبي مجدي، عملت مع احمد كم مسلسل يا مجدي؟ لا ده بص، عايز اقول لك يا دكتور عمرو، انا كان طبعا كنت اتمنى ان اشتغل مع احمد حاجات كتير قوي، لكن دايما كنت لما مثلا هو عمل معايا الصعيدي، فابقى عايز اجيب احمد في الصعيدي، لكن ما قدرت عشان ما فيش تكرار. لكن احمد عمل اجمل الروائع، الاول المال والبنون، وطبعا لابد ان احيي الاستاذ الكبير ممدوح الليث الله يرحمه، لانه المال والبنون اتعملت وانتجت في 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 اول ما انتجت كان امامها مسلسلين جبارين، يعني ليالي الحلميه ورأفة الهجان، ولهما نجاحات سابقه. صحيح. لو لم يكن المال والبنون قوي ما كانش صمد قصاد المسلسلين دول. صحيح صحيح. لكن نقول على احمد بقى، هو عمل يوسف عباس الضو بشكل رائع، واحمد يملك رياكشن عينيه اللهم صل على النبي، يعني المعبرتين دول، يعني الرياكشنات بتاعته جميلة، وممثل فاهم جدا، ولأنه مخرج مسرحي كمان كان ما كانش بيتعبني. المال والبنون، ثم رائعة ذئاب الجبل البدري بدار، ثم السيرة الهلالية أبو زيد الهلالي. صحيح. فحاجات رائعة رائعة رائعة. وكان في حارة المحروسة يا أستاذ. حارة المحروسة أنا بقول ده حارة المحروسة إنتاج القطاع الخاص. أيوه. لكن إنتاج الحكومة. طبعا. صحيح. الثلاث مسلسلات دول، وعايز اقول لحضرتك يا دكتور عمرو ان يحسب للاستاذ محمد صفاء عامر الله يرحمه، ولكل اسره المسلسل ذئاب الجبل، انه اعادوا للشخصيه الصعيديه هيبتها. صحيح صحيح. بعد ان كانت مسار للسخريه. صحيح. في الافلام السينمائيه، لا ظهر الشخصيه الصعيديه، رجل الصعيد بما يتمتع به من فروسيه ونبل، لدرجه ان احنا واحنا في 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 ندوات اللاينز وروتري، ودول يعني سيدات يعني من الطبقه العليا، واحده من بنت من اللي هي بنت احدى السيدات، قالت ان نفسي اتجوز واحد زي البدري بدار. بشوف تاثير هو شخصية. كان خلي بالك احمد كمان كان فتى احلام، يعني ناس كل اللي يعني وما زال فتى احلام. مجدي ابو عمير المخرج الكبير، انا بشكرك صديقي العزيز، وحشني اعمالك الجميله، ونتمنى ان احنا نشوف حاجه ليك جميله قريبا ان شاء الله. يعني زي انا فاكر كل مسلسلات في العرب 2007 2008 2009 و2010 كانت يعني على طول، يعني استقالاتها كانت بتعمل انتشار المسلسل، فالانتشار ده كان بيخلي اللي ما يتفرجش الساعة 8 يتفرج الساعة 11 يتفرج الساعة 1 وهكذا. يعني احنا نتمنى قريبا ان يكون ان شاء الله يعني مسلسل من اخراج المخرج الكبير مجدي ابو عميرة، وبطولة فنانة كبيرة احمد عبد العزيز، على قناة الحياة ان شاء الله. بشكرك جدا يا مجدي، شكرا جزيلا.